اوكي هلا بدي اعمل تيستينج للكيو يلي انا عملت له امبلمنتيشن يوزنج لينك ليست. فاذا حاجي لهون على الباكج اقول له كلاس وحسميه هون انا كيو ابلكيشن، بس حاعمل بين صغيره ونعمل انكيوينج الديكيوينج اند ذاتس ات. بعدين نرجع نشوف كيف هاو كان وي يوز ات للكيو باور ابلكيشنز او اور اون ابلكيشنز. فاذا بقلب الكلاس هون انا اي نيد تو بروفايد مين يلي هي حيكون public static void main string brackets args. فاذا حنكتبها حافتح عندي هدول الكيرلي braces and now let's do our own implementation. يلي حاعمله I'm gonna create an object of type q. فاذا q بهالطريقه حسميه q1 equal to what to new كمان q بهيدي الطريقه parentheses وهيك عيطنا للكونستراكتور وبنكون حطينا هيدا الاوبجكت. اول شغله q1 بدي اعمل انكيوينج حقله انكي، ولكن بلاحظ انه هو بياخذ نود داتا. فاذا قبل ما انا اعمل اي شيء I need to create a node data. فاذا حسمي عندي نود داتا حقله نود داتا حسمي انا عندي هون n1 is equal to what is equal to new كذلك الامر نود داتا حابعت له دغري الانتجر لانه بتذكر انه هو بتاخذ عندي انتجر حقله 10 والسيمي كولن. اكيد انا بدي كذا element. فاذا حاجي اعمل كذا نود داتا هذا n1 حعمل له كوبي كنترول في كنترول في كنترول في بدل ال n1 في عندي n2 n3 في عندي n4 وبدل العشرة just for هيك presentation 30 وهون في عندي 40. طب هلا شو بدنا نعمل؟ we need to enqueue these elements بقلب ال q. فاذا بيجي لهون بكبس q1 او بكتب q1 dot what dot enqueue. فاذا enqueue شو بدنا نحط n1 اوكي وفينا نعمل نحن enqueuing كذا مرة بدل ال n1 بتاني واحدة حيكون في عندي n2 n3 و n4. خلونا نعدل عليهم عندي n2 عندي n3 وعندي اخر واحدة هي n4. خلونا نعمل هلا نحن removing while we are printing. فاذا حقول له while طالما منو empty is not empty. فاذا q1 dot is empty طالما منو empty شو بديك تعمل؟ بديك تعمل printing. فاذا system dot out dot print من دون line مشان يطلعوا كلهم حد بعض. وشو بدنا نعمل printing لشو؟ بدي اقول له q1 dot what dot dq وبدي اعمل concatenation plus what plus حنحط الشحطة between هدول double quotations عندي هيدي الشحطة وهيدي ما قالها لزوم كان. بعدين اخر شي ححط line يعني بدي اقول له system.out.println بعد ال while loop حاجي لهون وقول له بدي ln مشان يطلع الشكل مرتب no more white space. قبل ما نعمل له running حيعمل عندي creation لل queue أربعة نود داتا بوش للأولى الثانية الثالثة الرابعة. يعني أنا أول element عندي بالtop of the queue هو 10 هيدا it gonna be served بأول شيء يعني أول شيء حيعمل printing للعشرة بعدين 20 بعدين 30 بعدين 40. let's now run it حنعمل له run حيبين عندي 10 20 30 40 وهيك بنكون نحن عملنا نفس الimplementation ولكن using linked list.